بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتحدث عن سبب إضاءة المصباح الكهربائي. سريان التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية عبر أسلاك التوصيل بين قطبي البطارية. في الرسم أن يبدأ القطب السالب ثم عبر المفتاح ثم عبر الأسلاك ثم إلى المصباح ثم إلى قطب المولد ثم يضيء المصباح، ويضيء المصباح عندما تكون الدارة مغلقة.